أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان من شرح بالكفر ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب
من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأن الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله.